السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن إضافة للأكل بتاعنا أو للمية بتاعتنا هتزود إنتاج البيض بشكل كبير جدا، إضافة بسيطة وغير مكلفة، حاجة يعني سعرها لا يتعدى الجنيه أو الاتنين جنيه، بتحطها حضرتك في المية تزود انتاج البيض بشكل كبير جدا جدا جدا. الاضافة دي متوفرة دلوقتي في الاسواق، واحنا تقريبا بنجيبها كل يوم وبناكلها احنا كبني ادمين، لكن طبعا مش بنبقى واخدين بالنا قد ايه الاضافة دي ليها فوائد كتيرة جدا، ومن فوائدها ان هي بتزود انتاج البيض، ده من فوائدها، انما هي ليها فوائد تانية كتير هنتكلم فيها بالتفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يعني بمنتهى البساطة كده حضرتك لما تكون داخل على الطيور بتاعتك كده وتلاقي الطيور بتعاني من بعض الاعراض اللي من شأنها بتتعلق بالانتاج عموما، يعني في اعراض بتتعلق بالانتاج، لما تلاقي الطيور مثلا اسهالات، عندها اسهالات ده له علاقه بالانتاج، لما تلاقي الطيور فقد الشهيه ده له علاقه بالانتاج، لما تلاقي الطيور بتبيض البيضه قشرتها ضعيفه او طريه او اي حاجه من هذا القبيل، ده برضو ايه، ده برضو بيؤكد ان ايه الطائر ده عنده مشكلة في الانتاج بشكل عام، سواء المشكلة دي للقشرة او المشكلة دي للبروتين اللي جوه البيضة او لأي حاجة من مكونات البيضة بشكل عام. حلو؟ اي حاجة من مكونات البيضة بشكل عام بتتأثر بالعناصر الغذائية اللي داخلة في تكوين البيضة. حلو؟ يعني بمنتهى البساطة حضرتك لما تلاقي اي عرض من الاعراض دي ما ينفعش تروح على طول تقول ايه انا هروح اشتري حاجة تزود انتاج البيض، اروح الصيدلية البيطرية واشتري دواء لزيادة انتاج البيض. لا، دلوقتي انت عندك مشكلة معينة، مشكلة معينة، اذا فانتاج البيض متأثر بالعوامل التانية، متأثر بالاعراض اللي انت بتشوفها على الطائر. لما تلاقي اعراض 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 مختلفة تابعة لنقص انتاج البيض، يعني بتحصل مع نقص انتاج البيض، يبقى حضرتك تعمل ايه؟ تعالج كل الحاجات دي في نفس الوقت، تعالج كل الحاجات دي في نفس الوقت، مش تقول لي انا اروح اشتري حاجة تزود انتاج البيض. طب ما هو بعد ما تزود انتاج البيض الطائر لسه عنده اسهال، الطائر لسه بيعاني من مشاكل كتيرة جدا، الطائر عنده سموم في جسمه، الطائر فقد الشهية، مش هياكل الاكل اللي اصلا هيكون له انتاج البيض. كل ده انت محتاج تعالجه ومحتاج تاخد بالك منه علشان صحة الطائر بشكل عام، تمام؟ فمن المهم جدا ان انت وانت بتقدم حاجات لزيادة انتاج البيض تكون واعي ان الحاجات دي لها فوائد تانية. انا ليه بقولك المقدمة دي كلها؟ بقولك المقدمة دي علشان تبقى عارف ان انت بتقدم حاجة لها فوائد متشعبة، مش بس انتاج بيض وانما حاجات تانية، حاجات تانية جنب انتاج البيض، تمام؟ الاضافة بتاعت النهاردة متوفرة في الاسواق وهي البلح. البلح اللي في الاسواق ده، وطبعا البلح انواع كتيره جدا، لكن انا جاي اكلمك عن بلح العجوه، بلح العجوه تحديدا. البلح اللي موجود في الاسواق اللي هو البلح الناشف الخشن اللي بيبقى فيه منه طري وبيبقى فيه منه ناشف، لو جبت الطري ده يعتبر زيه زي العجوه، لو جبت العجوه اللي هي بتتباع جاهزه عند محلات العطاره برضو هتكون مفيده جدا وما فيهاش اي اختلاف، لكن البلح الناشف الخشن شويه اللي احنا بناكله ده، ده من الصعب ان احنا نقدمه للطائر لانه مش هيدي الطائر الفايده الكامله المرجوه، تمام؟ فكل ما فيه ما هنالك ايه، ان انت حضرتك لو جبت شويه بلح عندك هتلاقي فيه بلح طري وبلح ناشف، هتجيب البلح الطري ده اللي هو بيبقى مسكر اكتر محلي اكتر، تمام؟ وتخلي منه 3 حبيات بس. اقول لك ازاي تستخدم الثلاث حبيات دول بافضل طريقه، لكن ايه فوائد البلح ده وليه علاقته بالانتاج علاقه كبيره جدا؟ لان البلح ده طارد جيد جدا للسموم، طارد للسموم من الطراز الرفيع اللي هو بيخلي الطيور بتاعتك ايه تنضف نظافه تامه من السموم، ما يبقاش فيها ريحه السموم في جسمها، بيطرد السموم اول باول، اول ما تدخله جسم الطائر تاني يوم على طول تلاقي الطائر ما فيهوش ريحه السموم خالص. طب لما انت بتطرد السموم من الطائر ده هيعود بايه على الطائر؟ هيعود بان الاسهالات هتختفي تماما، تمام؟ لانك نظفته من اي حاجه ممكن تؤدي او ممكن تكون ادت الى الاسهالات دي، تمام؟ هيؤدي الى فتح الشهيه بتاعه الطائر لانه محتاج ياكل اكتر واكتر واكتر لان الامتصاص عنده بقى افضل. البلح بشكل عام مهضم قوي جدا جدا جدا،
بيخلي الطيور فعلا تهضم الاكل بشكل سريع وبشكل ما فيهوش اي حاجه تعطله، يعني بيخلي الامور طبيعيه من الاخر، بيخلي الامور طبيعيه، امور الطائر طبيعيه جدا. تمام. الامتصاص بتاع الاكل يعني ايه؟ يعني لما الاكل يدخل جسم الطائر ويتم تحويله الى دم بقى والى عناصر غذائيه تدخل جسم الطائر وكل الكلام ده وتفيده من نواحي كتيره جدا. العمليه دي في العاده بتاخد وقت معين، لما تقدم حضرتك البلح العجوة ده هتاخد وقت اقل بكتير جدا، تاخد وقت اقل بكتير جدا. كل ده موجود في بلح العجوة واكتر كمان، يعني يرفع المناعه، يظبط ضغط الدم، يدي طاقه للطائر. تمام. يعني بيعالج امراض، بعض الامراض برضو لها علاقة بالسموم وطرد السموم والكلام ده، وطبعا بيقاوم السرطان. فوائد كتيرة جدا في بلح العجوة متواجدة في الثلاث بلحات اللي حضرتك هتستخدمهم. ثلاث بلحات حضرتك هتستخدمهم يكفوا قد ايه من الطيور؟ يكفوا حوالي 10 فرخات. 10 فرخات. يعني حضرتك دلوقتي لما بكل بساطة تلاقي نفسك الطيور بتاعتك عندها مشكلة، تمام، لو انت عندك 10 فرخات هتجيب 3 بلحات، عندك 20 فرخة هتجيب 6 بلحات. طيب هتستخدمهم ازاي؟ هتجيب ال3 بلحات دول وتفرمهم في الخلاط في شوية مية قليلين، طبعا هتحوش النوى في الاول، وبعد كده تفرم البلحات دول في شوية مية في الخلاط، وتاخد العصارة بتاعتهم وكل حاجة تحطها على سقاية لتر واحد. 3 بلحات دول العصير بتاعهم على سقاية لتر واحد يكفي 10 فرخات، عندك 20 فرخة هتعمل نفس الموضوع بس ب6 بلحات. تمام. وبرضو ممكن تحطهم على لتر واحد لو اللتر ده هيكفي 20 فرخة، لكن يفضل تعملهم على لترين، كل لتر لوحده. تمام. كل لتر لوحده فيه ال3 بلحات مفرومين. حلو. بكده انت عملت ايه؟ بكده انت خدت كل الفوائد دي دخلتها جوه جسم الطائر، وفي نفس الوقت عملت ايه؟ في نفس الوقت زودت انتاج البيض بشكل كبير جدا. تمام. زودت انتاج البيض بشكل كبير جدا، يعني الموضوع هيبقى باين، هيبقى باين جدا على الطيور بتاعتك، وهيبقى واضح ان الطيور بتاعتك واخده حاجه جديده، كانك بالظبط قدمت دواء، كانك بالظبط اهتميت بالطيور لفتره طويله. تمام. هتستمر على موضوع البلح ده 2-3 في الاسبوع، عايز تستخدمه كل يوم يا حبذا يا حبذا، هتلاقي انتاج البيض عندك تحول فعلا الى درجه كبيره جدا، والانتاجيه بشكل عام لو فضلت ماشي على النظام ده استخدام البلح هتتحول ايجابيا بشكل كبير جدا، وهتبقى اضعاف 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 اضعاف. تمام. استخدم البلح العجوة، مفيد جدا للطيور بتاعتك والحفاظ على انتاجيتها. وده كان الفيديو، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.